سائل يسأل: أنا طبيب جالي طفل ضرسه عاوز يخلع ضرسه، خلعته له بس أبوه ما كانش موجود. جاء أبوه زعل، فقلنا له مش مشكلة في زعل أبوه، المشكلة يا دكتور إن أنت عملت معصيتين كبار جدا. أول معصية إن أنت اتعاملت مع واحد غير جائز التصرف، الرسول منع البيع والشراء معاه إلا الحاجات الحقيرة. الرسول قال عن الصبي حتى يحتلم، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. تاني حاجة يا دكتور ان انت عرضت نفسك للخطر، لان الولد ده لو مات انت كنت هتدفع الدية 1,300,000، ولو الولد ده حصل له اي تشوهات او اي حاجة هتدفع الدية بتاعتها. السنة الواحدة لو طلعت غلط هتدفع 5 جمال، 5 جمال في 10,000 ب50,000 جنيه. عصيت ربنا وبعد وتعاملت مع عيل وعرضت نفسك للخطر، حرام التعامل مع العيال الصغيرة غير في الحاجات الحقيرة. جزاكم الله خير. هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك.